قرر المجلس المركزي الفلسطيني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة. ودعا المجلس المركزي في بيانه الختامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها. وتم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.